أنا إلهام محمد من أهالي الرقة. أرملة أم لأربعة أطفال، جاءت جبهة النصرة. عشنا أشهر بشعة، يعني كانت ممارساتهم عنيفة. عدة أشهر مرت، يعني كانت مرة وصعبة. فجأة يعني بين ليلة وضحاها فقنا على شيء اسمه الدولة الإسلامية. صراحة احنا بداية الأمر رحبنا بفكرة وجود شيء اسمه الدولة الإسلامية، انه تحت اسم الإسلام، وانه ممكن يكون هالتنظيم هذا افضل من جبهة النصرة. ايام قليلة فقط بلشت الدولة الإسلامية، صارت يعني ممارساتها ما يعني بعيدة عن الإسلام، من قصاص، من قطع الأيادي، إذا واحد سرق تقطع إيده، من جلد النساء، من رجم بالحجارة، يعني لما نوصف الحجم الرعب اللي إحنا عشناه. أنا بدأت حياتي مع أو مشاكلي مع تنظيم داعش بسبب احتكاكي معهم، لأنه أنا كنت طالبة جامعية وبدي كان امتحاني بالحسكة، يعني حسب مقولتهم بلاد الكفر، فكنت لازم أني أطلع على الحسكة، ولازم يكون عندي من قوانينهم أنه مستحيل تطلع المرأة من الرقة إلا يكون معها محرم. فللأسف لجأت لهم مشان أخذ الورقة من الحسبة، من مقر اسمه الحسبة عندهم. فمجرد أني سلمت الهوية لداعشي، كان من سوء حظي مغربي شاف هويتي وأنه ليش ما عندك محرم، قلت له أنه أنا أرملة. شاف مواليدي، أنه مواليدي 85، أنه بعمر الشباب، فصار يقول يعني أنه أنت شباب ولازم تتزوجين، وأنا أستر عليك وأربي أطفالك والأيتام، أخذ منهم أجر وأوفر لك حياة يعني كريمة. طبعا أنا خفت ورفضت هذا الأمر، وعيشوني لحظات، لأنه ما بس مرة واحدة، مرة ومرتين وثلاث هددونا أنه ناخذ يعني أبوي أو أخوي. فخفت، فالحل الوحيد كان هو هروبي وخروجي من الرقة، وكان يعني متفق أنه نطلع بيوم يكون دنيا ليل الساعة 2:30 بالليل، وكنا مخاطرين بحياتنا، يا إما أنه أنا أطلع وأخلص منهم، يا إما أنه أنا أنمسك كون اسمي عندهم. وكان لازم يعني إذا أنمسك لازم يكون يعني كعقاب يكون القصاص، كوني أول مرة رفضت الزواج، وكوني أول شيء طالبة علم، لأنه هم سبق وقسم زميلات إلي بساحة الرقة اسمها مكان اسمه صيدلية الخضر، ضربوهم طلق رصاص عدموهم. طلعت هربت منهم، وكان الأمر ميسرة، طلعت يعني وما يعني ما تعذبنا. طلعنا من الاثنين الساعة 2 بالليل تقريبا، الساعة 7 الصبح وصلنا. ولما أول كلمة قال لي المهرب هذا صاحب الفوكس، إنه إلهام إحنا وصلنا لمنطقة أول حاجز يعني للحسكة، حسيت يعني شلت النقاب وتنفست، يعني سحبت نفس إنه أنا يعني هو أول مرة أحس حالي إنه أنا شم الهواء.